صفة حامل اللقب لما بتتبعت للكاف كقيمة تسويقية أو كمعلومة أهم كتير جدا ما تقول أنا بطل الدوري. يعني أنا متصدر الدوري في الدور الأول، وأنا هكون بطل الدوري خلال أسبوعين ثلاثة، يعني لما أخلص الخمس مباريات المتبقية عشان أفرق عن بيراميدز بيه أكتر من حوالي 17 نقطة، والباقي أكتر حوالي أربع ماتشات أو خمس ماتشات. لكن الأهلي هيشارك في دوري الأبطال بصفته حامل اللقب. الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة، فالأهلي بيشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل بصفته هو بطل البطولة. دي نقطة مهمة جدا عشان لما الناس بس تشرح فكرة مشاركة الأهلي ما تقولش هو بطل الدوري. لا يا جماعة، مهم جدا وأنت بتتكلم تقول الأهلي بطل أفريقيا فبيشارك في البطولة بصفته حامل اللقب. على الأقل دي بالنسبة لنا مهمة جدا. الأهلي بيشارك في أفريقيا بصفته إنه حامل اللقب. دي جزئية. الجزئية الثانية وهي متعلقة بموعد إرسال أسماء الأندية. الاتحاد المفروض تلقى الايميل ده امبارح، لم يعلن اي تفاصيل عنه. يعني انا امبارح كنت متوقع لما الايميل ده اتبعت للاتحادات الوطنيه ان الاتحاد كان هيعلن امبارح في خبر صحفي او في منشور صحفي او يخطر الانديه. لكن انا فوجئت النهارده ان الانديه والصحفيين ووسائل الاعلام محدش عنده معلومه عن الخبر. فهي الجزئيه بس اللي كنت عايز اسالها لاتحاد الكره واوجه سؤال فيها لاتحاد الكره. خبر مهم زي ده ليه ما يتمش الإعلان عنه فور وصوله من الاتحاد الإفريقي؟ يعني موضوع بسيط جدا ومش مستاهل حتى ان هو يستخبى يوم واثنين وثلاثة. الموضوع اصلا ما فيهوش اي مشاكل. كده كده أندية الدور الاول بالترتيب بتاعها هي أندية الدور الثاني في ختام الدوري في الفترة اللي جاية. بطل افريقيا عندك هو بطل الدوري بنسبة كبيرة، فما عندكش أزمة. بس ليه الاخبار المهمة اللي زي دي ما بيتمش اعلانها في وقتها؟ يعني ليه ما بيتمش شرحها للناس في وقتها؟ الدور الاعلامي في التفاصيل اللي زي دي مهمه عشان الجماهير، لان النهارده لما الخبر اتنشر انا شفت ناس كتيرة بتتكلم على فكره بيراميدز هيلعب كونفدراليه، لا فيوتشر هيلعب دوري ابطال، والعكس صحيح. فالشفافيه في اعلان خبر زي ده او في تفصيله زي دي لما تتلقاها كاتحاد مصري مهم جدا تعلنها للناس في وقتها اول ما توصل لك. لكن ما علينا، قمنا بدورنا واعلنا المعلومه وقلنا الخبر، وفي النهايه هنشوف رد الاتحاد ورد الرابطه من خلال الاخبار اللي صدرت النهارده من بعض المواقع. اولا في حساب القاهره 24 على الفيسبوك مصدر باتحاد الكره قال سنطلب تاجيل ارسال اسماء الانديه المشاركه في افريقيا حتى منتصف يوليو. يعني هنستنى لنص سبعه وهنبعت للكاف نطلب التاجيل لغايه منتصف يوليو. على فكره الكاف مش هيرفض، يعني بنسبه كبيره هيوافق، يعني ما عندوش ازمه، لان هو كمان الكاف ما حددش لسه لغايه دلوقتي امتى ميعاد قرعه الادوار التمهيديه، ولا حدد ميعاد انطلاق المسابقات الافريقيه هتبقى امتى، ولا حدد ميعاد قيد اللاعبين هيكونوا امتى. طيب قرار 24 قالت ان الاتحاد هيوجه طلب للكاف بطلب استثناء ومنح فرصه من اجل ارسال الاسماء وتسجيلها على سيستم السي ام اس يوم منتصف او منتصف شهر 7 لما ينتهي الدوري العام. حساب في الجول على الفيسبوك برضو ده مصدر من الكاف لفي الجول، الاتحاد المصري لم يوضح موقفه حتى الآن. يعني فيما معناه ان الاتحاد الافريقي بيقول تلقينا اتصالا من بعض الاتحادات المحلية بتطلب السماح بتأخير ارسال الاسماء، ولكن الاتحاد المصري حتى الآن لم يوضح موقفه. طيب حساب يلا كورة على تويتر ايضا، واللي قال بعد قرار كاف مصدر بالرابطة يوضح ليلا كورة كيف سيحددون المشاركين بالبطولات الإفريقية. تفاصيل إن في مصدر مسؤول بالرابطة، وأنا برضو مش قادر أفهم، يعني كل الأخبار اللي قدامي سواء في القرار 24 أو يلا كورة أو في الجول محدش في الرابطة عايز يطلع يصرح بنفسه. يعني الموضوع يا جماعة مش محرج، أنا شايف الموضوع جدا، يعني لو الأستاذ عامر حسين قال بنفسه ما فيهاش مشاكل، لكن ليه كل واحد في الرابطة مش عايز يصرح على لسانه، أو حد في الاتحاد مش عايز يصرح على لسانه؟ لكن في النهاية إن المصدر في رابطة الأندية قال ان هيبعتوا للاتحاد الافريقي يطلبوا تاجيل ارسال الاسماء، وان 30 يونيو ده مش هيكون ميعاد مناسب لان لسه الدوري هيستمر لغايه 25/7. في مسابقه بشكل عام هتخلص 15/7، لكن في ثلاث مباريات للاهلي هتتلعب بعد 15/7 رغم انتهاء الدوري، وقالوا الترتيب هيكون طبيعي وغير مؤثر. واذا صمم الكاف على 30/6 هنطلب منهم وضع ارقاما، لاننا لن نتعامل بارسال اسماء الدور الاول. وده خبر جديد، يعني من خلال مصدر في رابطه الانديه في تصريح رسمي على يلا كوره بيقولوا لو الكاف تمسك ان 30/6 واخر ميعاد مش هنبعت الدور الاول. ودي بالنسبه لي غريبه، لان اللائحه بتقول كده،
ايه اللي يخليك تستنى لغايه ما تخلص الدور الثاني؟ يعني وفي نقطه ثانيه، انت عايز تستنى لغايه لما تخلص الدوري، او لو مش هتخلص الدوري والكاف تمسك بارسال الاسماء عايز تبعت له ارقام او حروف. اللي قال التصريح ده انا ما اعرفش هو مين، بس مكتوب مصدر في رابطه الانديه. انا بس عايز اقول له معلومه مهمه جدا، فكره ارسال الاسماء بارقام او حروف دي اتلغت من 5 سنين. ارسال الاسماء بارقام او حروف عوضا عن فكره انك ترسل الاسماء نفسها، الفكره دي اتلغت من 5 سنين. الكاف لم يعتمدها منذ اكتر من 4 سنين. يعني اخر مره حصلت كانت موسم 2018 2019، بعدها الكاف لا يعترف بفكره الارقام والحروف لسبب بسيط قوي، بس يبدو ان المصدر في رابطه الانديه الذي لم يذكر اسمه ما عندوش التفصيل او ما عندوش المعلومه، وهو امر متعلق بالتصنيف. وانا كاتحاد لما ابعت دوري ابطال A و B او واحد واثنين، والكونفدراليه مثلا او الكونفدراليشن كاب ابعت مثلا C و D او 3 و4، لما اجي اعمل التصنيف اللي هيتم اعفاء الفريق ده من دوري الابطال او للتمهيدي دوري الابطال او تمهيدي الكونفدراليه، هعمل له تصنيف ازاي؟ هو انا عندي فرقه اسمها ايه مصنفه رقم واحد فهعفيها؟ لا، سمي الانديه بمسمياتها. انت مش هتقدر تبعت الاسماء والكاف تمسك ب 30/6، وانا عارف ان ده مش هيحصل، الكاف هيديك استثناء على فكره، بس انت عايز تتمسك انك عايز تبعت الاسماء بعد كده ومش تبعت الدور الاول، رغم ان اللائحه بتديك مساحه انك تبعت الدور الاول. ما تقولش بقى اوعت ارقام وحروف عشان الناس ما تضحكش علينا. لان انت لو بعت له دوري ابطال واحد واثنين هيقول لك ده واحد ده تصنيفه ايه؟ واحد ده مين؟ اللي هو مين واحد يعني؟ وبعدين انت الامر عندك سهل. ما انت عندك الاهلي بطل افريقيا. ليه تبعت واحد؟ وعندك بيراميدز وصيف في الدور الاول وحتى الان، عدد النقاط مع الثالث فيوتشر ممكن لو استنيت لاخر الدوري فيوتشر ممكن يعدي بيراميدز، وارد ممكن. لكن الامر برضو واضح، في مساحه نقاط كبيره بين الفريقين. ليه نقول نقاط وحروف والامر ده اصلا اتلغى من 5 سنين يا جماعه؟ لازم تبقى الناس متابعه وعارفه اللي بيحصل.